وفي شأن آخر، رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الاثنين بنقل جلسات مجلس النواب إلى مقره الدستوري بمدينة بنغازي. وأبدت القيادة بحسب صحيفة العنوان الإلكترونية استعدادها لتأمين وحماية مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي مع الأجهزة الأمنية بالمدينة، مؤكدة أن بنغازي على تم الاستعداد لاستقبال أي فعاليات شعبية أو رسمية. وكان قد دعا عدد من مجلس النواب المجتمعين في بنغازي أمس الأحد أعضاء مجلس النواب من جميع ربوع ليبيا إلى الحضور لبنغازي تمهيدا لعقد جلساتهم بمقره الدستوري في بنغازي.